ما تعرفش يا اخويا صوت التخبيط والترزيع اللي في العماره ده من الصبح جاي من ايه؟ ده الشقه اللي قدامنا اتأجرت يا ولي. طب يا اخويا ربنا يسهل ويكونوا ناس كويسين ان شاء الله يا ولي. ايه اللي حصل يا واد يا ابن الكلش؟ الواد ابن الناس اللي سجنه قدامنا ضربني. يعني انت سيبته يضربك يا واد يا ابن الكلش؟ ضربك؟ طب حلوة دعايتك الناس. يضرب الواد من غير ما يعمل له حاجة؟ طب والله لو ما فرج عليهم العمارة. ليه وليه؟ احنا مش عايزين مشاكل. وانت ياض ما تكلمش ابنهم تاني. حاضر يا بابا. خير يا ابني؟ يلزم خدمة؟ انت مين؟ انا ابن الجيران الجداد اللي سكنوا قدامكم. كنا عايزين بس شاكوش وشوية مسامير. طب ثانية واحدة جيبهم لك. قوم يا ابني اتفضل. شكرا يا عم. ما الواد طلع محترم وكويس اهو. امال كنت عايز تقع على في مشكلة ليه؟ يا حاج الكنبة دي رجلها متلكيكة، عايزينك تبقى تصلحها لنا. هاتي الشاكوش والمسامير وانا اعملها لكم دلوقتي. من ساعة ما الجيران خدوهم ما رجعوهمش. دي عالم برد قوي، ده واخدينهم بقالهم اسبوع. في ايه يا ابني؟ ماما بتقولك عايزين كيس رز وكيس مكرونة. ايه الشحاتة دي؟ اديله يا ولية، ما نعرفش ظروف الناس ايه. اهي الحاجة، بس بوقتولنا الشاكوش والمسامير اللي انتوا خدتوهم. حاضر. مين ده؟ الو. ايوه جارتنا الجديدة، اهلا وسهلا. بتقولي ايه؟ عايزة عباية من عندي تخرجي بيها؟ حاضر. الو اهلا بجيران الهنا. بتقولي ايه؟ شميت ريحة طبيخي وعايزاها ابعتلك طبق؟ ماشي، بس كنت عايزاكي بس تبعتيلي عبايتي عشان بخرج بيها. يا حاج يا حاج. خير؟ في ايه يا ولية؟ شفت الولية جارتنا؟ بقولها انا جاي العباية بتاعتي قفلت السكة في وشي. ماما بتقولكوا عايزة الأكل، قالتلكوا عليه في التليفون. أكل؟ عايز تاكل يا حبيبي؟ تعالي خد. عمالين تاخدوا في حاجات من الصبح، مسامير وشاكوش ودوم الولية ومكرونة ورز، ده انتوا عايز تاخدوا البوكسر بتاعي. طب ممكن بس اروح اسأل بابا اذا كان محتاج البوكسر بتاع حضرتك؟ خدي على طول وتيجي. ده انت جيت وانا ما صدقت ان انت جيت. تعالى. تعالى يلا. عمالين ياخدوا في حاجات، داخلين على مصنع. تعالي استلمي يا ولية. تفعيل وضعية القناص. تفعيل وضعية القناص يعني ايه؟ عشان كده اسمها تفعيل وضعية القناص. الجيران لبعضيها صحيح، بس مش للدرجات دي. بس اهم حاجة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.